مفيش شبهي في بلدك. انت بتعملي ايه؟ بذاكر في ايه؟ فهميني بقى انت بتذاكري ازاي وانت بتسمعي اغاني؟ بذاكر عادي، بفهم وبعد كده بحل، عشان انا بسمع الاغنيه بعرف حل احسن. انا اعرف ان اللي بيذاكر وبيسمع اغاني دي بيسمع اغاني كلاسيك، ام كلثوم، ايه عبد الوهاب، لكن ايه الرزع والخبط ده؟ ده على ايامك يا طنط. هما مين دول اصلا وبيقولوا ايه؟ ده مارو، ما تعرفيهوش؟ لا ما اعرفوش. ده اشهر رابر في افريقيا. ايه؟ اشهر رابر في افريقيا. طب سمعيني كده بيقول ايه؟ ساحب الكاش حماس، دفعت البي ان سبورت، انا رياضي مان لابس الشورت، انا عايزه الكورد. بحس اني الجامده، عارفه لما بسمعهم بحس ان انا ايه، اوه فوق العالم، فوق كده فوق. انتوا شايفين ان انتوا اجمد جيل؟ اه كده كده. في ايه؟ بصي احنا دلوقتي عندنا تكنولوجيا ما كانتش على ايامكم. ماشي، يعني لو قلت لك تعالي دلوقتي دوري لي على اي حاجه، اي معلومه، هتجيبيها لي ازاي؟ هسال جيراني واسال اصدقائي. ما تعملي سيرش على ايه؟ جوجل عادي، الموضوع بسيط يعني، العالم مفتوح، مش انت اخرك جيران. فانت سامح باين ايه اللي بتجيب لك طبق المهلويه؟ اه طب ما انتوا هتسيحوا في الدنيا من غيرنا. بتعرفي تطبخي؟ بجيب تكاوي ماكدونالدز اهو. بتعرفي تنضفي؟ بجيب المكنسه. تعرفي تروقي البيت كده؟ بروق اوضتي. تعرفي بقى لما اديكي فلوس كده واقول لك اعملي ميزانيه اسبوع، تعرفي تعمليها؟ ايه ميزانيه اسبوع؟ هو ده بقى، هو ده. ما تقولي لي بقى يا طنط انت بقى شايفانا ازاي كده بما انك عامله نفسك ام العريف. قولي يا حبيبتي متدلع زياده عن اللزوم، ما ينفعش يتقال لكم لا. طول النهار قاعدين عايزين ماسكين الموبايل في وشكم وبس. كنت لسه بسكيت اول امبارح. بتعملي ايه؟ بسكيت. يعني ايه؟ بسكيت يا طنط، بلعب باتيناج. تعرفي اني شاطره. شاطره في ان شاطره في اللات وبس. لا في الدراسه بعمل تيك توكس، بعمل فيديوز بتجيب فيوز عاليه اكتر منك. لا 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 واسعه منك دي. ما تعلميني بقى حاجه من اللي بتعملوها على الموبايل دي. المقابل رفاك ايه؟ هعمل لك حله ورقه. انا عايزه فلوس. هنشوفي بس اما اشوف هتعلمي. يلا بينا. عارفه ام خالد؟ لا هنبتدي من الصفر والله العظيم. مين؟